السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل لقاءاتنا الحية حول إدارة الأعمال الدولية. انتهينا في اللقاءين السابقين من نهاية المحاضرة المصورة الخامسة. اليوم إن شاء الله هنتكلم في المحاضرة السادسة. كنا اتفقنا في البداية في آخر المحاضرة الرابعة على أن في هناك ضرورة لأهمية الإدارة الفعالة للتجارة الدولية، وقلنا لسبب أربع حاجات: اختلاف العملات بين الدول، واختلاف الحوافز والقيود التي قد تفرضها الدول على التجارة الدولية، كمان اختلاف النظم السياسية والقانونية للدول، واختلاف الثقافات بين البلدان. ده بيجعل من اللي احنا لابد من ان احنا ندير التجارة الدولية بشكل فعال. اليوم هنتكلم في المحاضرة الخامسة على ما هي العوامل التي ادت الى زيادة الاهتمام بمجال الاعمال الدولية. طبعا هذا العديد من العوامل كانت اتت هذه العوامل بسبب التغير في البيئة الدولية، وبسبب زيادة عدد الشركات التي تمارس نشاطها على المستوى الدولي، لدرجة أنه يمكن القول بأن إجمالي رؤوس الشركات الدولية على مستوى العالم يفوق ميزانيات دول، وبالتالي كان لابد من أن احنا نهتم بدراسة إدارة الأعمال الدولية. المهم في المحاضرة الخامسة أهداف الإدارة الدولية. وأهداف الإدارة الدولية لها خمس أهداف أساسية. الهدف الأول هو الاستثمار الأمثل للموارد. يبقى انا بعمل اداره للاعمال الدوليه بغرض ان انا استثمر اموالي بشكل فعال، زي ما بنقول ان رؤوس اموال كبيره بتستثمر في تلك الشركات، وبالتالي لابد من وجود اداره فعاله، والا سوف يكون خسائر فادحه لو كانش هناك اداره فعاله لتلك الشركات. الهدف الثاني لاداره الاعمال الدوليه هو تحقيق هدف التعاون المشترك، التعاون لتحقيق التحالفات ما بين الشركات الدوليه. زي ما اتفقنا في المحاضرة السابقة قلنا ده بيزود من قدرة الشركات على مواجهة المنافسة، وبالتالي بنقدر نجعل المنافسة منافسة فعالة وليست منافسة هدامة. الهدف الثالث هو تحقيق ميزة تنافسية، بحيث ان احنا الشركات تتنافس من اجل تخفيض الاسعار او تخفيض التكلفة، وبما ان نقدر نخفض التكلفة نقدر نخفض الاسعار، وبالتالي نكسب سوق ونقدر ننافس على المنتجات في الاسواق. وهو اللي الشركات الصينيه بتعمله، انها بتقدر تلعب على عنصر التكلفه، وبالتالي تقدر تخفض تكاليف انتاج منتجاتها. وما تقدر تخفض التكاليف دي بتستطيع الشركات انها تخفض سعر البيع، وتقدر تبيع في السوق وتكسب حصه تسويقيه كبيره بسبب القدره، زياده قدرتها على المنافسه. الهدف الرابع هو إدارة وتنظيم الأعمال الدولية. فبدلا من الأعمال الدولية تمارس بشكل عشوائي وليس لا يكون هناك أسلوب علمي لإدارتها، فبالتالي كان لابد من وجود إدارة فعالة للإدارة الدولية، وده الهدف الأساسي منها هو إدارة وتنظيم الأعمال الدولية. احنا قلنا في المنتدى يا شباب أثناء اللقاء الحي مفيش حد بيرفع إيده ولا حد بيطلب، لان ما بطلبش، اللي عاوز يكتب يكتب لي على البورد وانا هكتب وانا ارد عليه. كل الناس اللي رفع ده دي انا ما بردش على الناس اللي بترفع ده، لان على اساس نركز بس في اللي احنا بنقوله. اللي عاوز يكتب من فضلك اكتبها لي على الشاشه وانا برد عليه. الهدف الخامس والاخير هو تحديد نطاق العمليات الدوليه للمنظمه. تمام؟ اذا إذا أخذ اعتبارنا الأوبر مور، السؤال الأول يا ترى هو بيقول: تتمثل أهداف الإدارة الدولية في نقطتين، ألف تحقيق ميزة نسبية، ب تحقيق تحديد نطاق العمليات على المستوى المحلي للمنظمة، ج تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد،
بال إدارة وتنظيم الأعمال المحلية. الإجابة هي ب عاملة. هتلاحظوا إن أنا قلت الأول تحقيق ميزة نسبية هي تحقيق ميزة تنافسية. قلت تحديد عن نطاق العمليات المحلية وده خطأ، هي عن نطاق العمليات الدولية. فاهم يا عبير؟ يعني ما نتسرعش. قلت هي تحديد الاستثمار الأمثل للموارد وده صح. آخر حاجة قلت إدارة وتنظيم الأعمال المحلية وده خطأ. يبقى لازم بنقول قبل ما نقرا السؤال نفهم السؤال، نقرا لحظة. الإجابة هي ج اللي هو الاستثمار الأمثل للموارد. مش قلنا ج اللي هي الاستثمار الأمثل للموارد؟ كانت ج ولا ب؟ كانت ج. يبقى الإجابة هي ج. أهم حاجة ناخدها في المحاضرة دي هو الصوت واضح عند الجميع ولا بيقطع عند نورة فقط؟ ده أنا عامل استعدادات يا نورة النوبة، اليوم يعني من أول نت ممكن يكون. آخر حاجة في المحاضرة دي اللي عاوزين نعرفها، يبقى في نقطتين عاوزين نعرفهم في المحاضرة دي، هي أهداف الإدارة الدولية وقلنا عليها سؤال، الحاجة الثانية اللي هي خلاصة تعريف إدارة الأعمال الدولية اللي بيقول هو العلم الذي يبحث قضايا واقتصاديات الاستثمار الدولي. إذا إدارة الأعمال الدولية هي علم بيهتم ببحث قضايا واقتصاديات الاستثمار الدولي والنظريات التي تحكم هذا النوع من الاستثمار. كمان آليات استخدام أو بدائل طرق دخول الأسواق الدولية. كمان هذا العلم بيدرس دوافع وسياسات أطراف أو مشروعات الاستثمار في الدول المضيفة. إذا كأن إدارة الأعمال الدولية بتهتم أولاً ببحث قضايا واقتصاديات الاستثمار الدولي والنظريات التي تحكمه. الحاجة الثانية آليات الاستثمار في الأسواق الدولية وبدائل غزو الأسواق الدولية. كمان عم تاخد في اعتبارها مشروعات دوافع وسياسات الأطراف الممثلة للشركة الدولية داخل الدولة المضيفة. إذا السؤال هنا صار يقول لي إيه؟ يهتم علم إدارة الأعمال الدولية بنقطتين، ألف بحث قضايا واقتصاديات الاستثمار المحلي، ب بحث آليات بحث الآليات المستخدمة لتنفيذ بدائل وطرق الدخول للأسواق الدولية، ب دوافع أطراف مشروعات الاستثمار في الدولة الأم، د آليات غزو الأسواق المحلية. يبقى الإجابة هي إيه؟ ب. تمام، اللي هي آليات بدائل وطرق غزو الأسواق الايه؟ الدولية. يبقى الإجابة هي ب. واضح يا شباب؟ إذا في المحاضرة الخامسة اتكلمنا على نقطتين. نعم يا خمسة. طيب أقول السؤال تاني بس ممكن اقول كلام مختلف شويه ولكن هو بنفس المعنى. ليه؟ لان ما بقولش من ورا. يهتم علم اداره الاعمال الدوليه بدراسه او ب نقطتين، الف بحث قضايا واقتصاديات الاستثمار المحلي، ب اليات تنفيذ بدائل وطرق غزو الاسواق الدوليه، ج دوافع أطراف الاستثمار في الدولة الأم، د بدائل غزو الأسواق المحلية. قلنا الإجابة هي إيه؟ ب. ده اللي إحنا عاوزكم تعرفوه في المحاضرة الخامسة فقط. واضح يا شباب؟ في أي سؤال مش مفهوم في الجزء ده أعيده، في أي نقطة مش واضحة أزيد فيها وأعيدها. طيب
بكده نكون خلصنا المحاضرة الخامسة. نأتي إلى المحاضرة المصورة اللي هي السادسة. بنبدأ بسؤال، لماذا ندرس تمام؟ اللي هو التعريف اللي في آخر صفحة الإقرار، اللي في آخر صفحة الباراجراف اللي قبل الأخير. تمام؟ والأهداف. نيجي للمحاضرة السادسة اللي هي المصورة السادسة، بيبدأ بسؤال بيقول لماذا ندرس إدارة الأعمال الدولية؟ ليه بتوع الإدارة أو أساتذة الإدارة طلعوا لنا علم جديد اسمه إدارة الأعمال الدولية ونبقى قاعدين نذاكر والمنهج وهكذا؟ ليه؟ في أسباب. ويمكن قلناها قبل كده في مطلع الحديث في المحاضرتين اللي فاتت أو في اللقاءين اللي فاتت. السبب الأول، لأن الشركات الدولية تمثل جانب هام ومؤثر على المستوى العالمي. لسه من شوية بقول لحضراتكم ان مجموع رؤوس اموال الشركات الدولية على مستوى العالم يفوق ميزانيات دول باكملها، وبالتالي اليس من الضرورة ان يكون هناك علم يهتم بدراسة ادارة الاعمال الدولية؟ كان لابد ان يكون هناك علم يهتم بدراسة ادارة الاعمال الدولية. ده السبب الاولاني. السبب الثاني، لان الشركة عندما تعمل في مجال النشاط الدولي بتواجه ظروف ومتغيرات لم يسبق لها ان قابلتها من قبل. فمثلا لو افترضنا ان اسراء عندها شركه تعمل على المستوى المحلي في المملكه العربيه السعوديه، واسراء فضلت ان تفتح لها فرع في ماليزيا، يا ترى اسراء هتكون اول ما تدخل السوق الماليزي هتبقى فاهمها وحافظاها زي ما يفهم حافظ السوق المحلي في المملكه العربيه السعوديه؟ لا طبعا، ده هتبقى تشعر انها لا تبقى شعر السوق في البدايه طبعا، لانه لا هذا لا يستمع منها او هذا لا غير مبرر ان اسراء تقوم بدراسه مشاريعها للسوق زي ما حصلت في محيط التسويق وتبدا تعمل دراسات جدوى متخصصه بالشكل اللي يمكنها من انها تعرف السوق تماما قبل ما تفهم السوق، والا سوف يكون جميع استثماراتها غير ناجحه. ليه؟ لانها لم تدرس السوق. اذا السبب الثاني ان الشركات الدوليه بتتعامل مع مجال لم او نشاط لم يسبق لها انها اتعاملت معاه من قبل. حاجه ثانيه، ان عمل الشركات الدوليه بيتطلب ضروره تحقيق الكفاءه والفعاليه في النشاط. في بعض الناس بيقول الصوت بيقطع، أو لو كان الصوت بيقطع عند الجميع تقولوا لي، عشان مش كل شويه واحد طالب او طالبه يقول ان الصوت بيقطع. لو الصوت بيقطع ارجو ان الجميع يكتب ان الصوت بيقطع عشان ما نقفش كل شويه نضيع في الوقت. طيب يبقى عند الناس اللي بتقول الصوت بيقطع يبقى هي عندها الصوت بيقطع، لان انا قدام مؤشر على الشاشة إن الصوت واضح. يبقى قلنا ثلاث أسباب يا شباب. السبب الأولاني، أن الشركات الدولية تمثل جانبا هام ومؤثر على المستوى الدولي. السبب الثاني، أن الشركات الدولية تتعامل مع نشاط لم يسبق لها أنها تتعامل معه من قبل، وهذا النشاط اللي ما بتتعاملش معه من قبل ده ضروري إن إحنا ندرسه. الحاجة الثالثة، إن عمل الشركات الدولية بيتطلب تحقيق الكفاءة والفعالية. السؤال هنا بقى، يا ولاد، خلينا بقى في الموضوع يا ولاد. السؤال بيقول يا ترى تتزايد أهمية دراسة الأعمال الدولية للعديد من الأسباب، أهمها نقطتين. أن الشركات الدولية تمثل جانبا متواضعا على المستوى الدولي. ب، أن الشركات الدولية تتعامل مع نشاط مشابه تماما لنفس النشاط على المستوى المحلي. ج، أن عمل الشركات الدولية يتطلب تحقيق الفعالية دون الكفاءة. د، أن عمل الشركات الدولية يتطلب تحقيق الكفاءة والفعالية. الإجابة هي د اللي كانت كاتب ألف، ما عرفتش واخد بالي مين اللي كانت كاتبة ألف. الإجابة هي د، برافو عليكم. ده ليه؟ لأن قلت ألف خطأ اللي كان كاتب ألف،
بقول لان الشركات الدوليه تمثل جانب متواضع على مستوى الدوله، وده خطا. تمام؟ قلنا السؤال يا سعاد بيقول تتزايد أهمية دراسة إدارة الأعمال الدولية للعديد من الأسباب، أهمها نقطتين: ألف أن الشركات الدولية تمثل جانبا متواضعا على المستوى العالمي، ب أن الشركات الدولية تتعامل مع نشاط مماثل تماما لنفس النشاط على المستوى المحلي، ج أن الشركات الدولية يتطلب عملها تحقيق الفعالية دون الكفاءة، د أن عمل الشركات الدولية يتطلب تحقيق كل من الكفاءة والفعالية. وقلنا ان الاجابه هي د يسعى. واضح؟ نيجي لمراحل الاداره الدوليه. مراحل الاداره الدوليه هما 5 مراحل، لاحظوا هنفهمهم ثم نحفظهم بالترتيب. واقول ان نسال فيهم ازاي. اول مرحله في الاداره الدوليه هي صياغه رساله المنظمه في ضوء رؤيه عامه وواضحه. حطوا في الإدارة الاستراتيجية أول حاجة بنضعها للمنشأة أو للمنظمة هي وضع الرؤية والرسالة، صح ولا لا؟ يبقى أول مرحلة هي صياغة رسالة المنظمة في ضوء رؤية واضحة. طيب الهدف الثاني أو المرحلة الثانية بعد ما نصيغ الرؤية والرسالة نعمل إيه؟ قال لك نصيغ الأهداف. يبقى المرحلة الثانية الإيه؟ الأهداف. ثم المرحلة الثالثة نعمل تحليل البيئة الداخلية للمنظمة وبيئه العمل اللي هي السواق، عارفين تحليل سواق اللي هو تحليل البيئه الداخليه نقاط القوه والضعف، والبيئه العمل الدوليه اللي هي الفرص والتهديدات او المخاطر. واضح شباب؟ يبقى دي المرحله الثالثه. بعد ما نعمل تحليل سواق نعمل ايه؟ المفاضل بين الاستراتيجيات الدوليه المتاحه، هيطلع لنا استراتيجيات. نختار انهي استراتيجيه؟ اللي هي بعد ما نختار الاستراتيجيه الملائمه ناخذ نبدا نطبق الاستراتيجيه. مفهوم اهو؟ يبقى اول حاجه بنصيغ رساله المنظمه، بنصيغ الاهداف، بنحلل البيئه الداخليه والبيئه الخارجيه، نفاضل بين الاستراتيجيات، نطبق الاستراتيجيه اللي اخترناها. تمام؟ السؤال هنا يجي لي يا سعاد، يقول لي يعتبر تحليل البيئه الداخليه للمنظمه وبيئة الأعمال الدولية بمثابة المرحلة نقط من مراحل الإدارة الدولية. ألف الأولى، باء الثانية، جيم الثالثة، دال الرابعة. يا طبعا برافو عليكم، هي جيم اللي هي الثالثة يا عائشة، الثالثة يا سوسن، يبقى جيم. أنا بقول السؤال تاني للناس اللي غلطوا، يعني الموضوع ده ما نغلطش فيه ابدا. يعتبر تحليل البيئه الداخليه للمنظمه وبيئه الاعمال الدوليه بمثابه المرحله نقط من مراحل الاداره الدوليه. نقطتين والف الاولى، باء الثانيه، جيم الثالثه، دال الرابعه، سوسن ومين تاني وعائشه. فهمناها؟ يبقى الاجابه هي ايه؟ جيم. اذا لو جالي سؤال في المراحل هيجيلي بنفس اللي احنا بنقول كده على الترتيب، يبقى نعرف اول حاجه صياغه رساله المنظمه، صياغه الاهداف، تحليل البيئه الداخليه. طبعا لازم يا اسراء ضروري، بس لو هنحفظها صم كده هننساه. نبقى عارفين ايه بيجي الاول ثم ايه ثم ايه ثم ايه. نيجي الاول صيغه الرؤيه، صياغة الأهداف، تحليل البيئة الداخلية، المفاضلة بين الاستراتيجيات، تطبيق الاستراتيجية الدولية اللي احنا اتكلمنا عليها. اتفهمت كده؟ اتفهمت وحصل. ما نحفظش دون فهم. طيب نيجي لمفهوم آخر حاجة في المحاضرة السادسة اللي هو مفهوم الشركات متعددة الجنسيات أو الشركات الدولية. يعني هنلاحظ إن احنا لما أجي أقول شركات متعددة الجنسيات يمكن اقصد بقى الشركات الدولية او يعني كانها مترادف للشركات الدولية. هناخد 3 علماء
عرفوا يعني ايه شركه دوليه. العالم الاول هو ليفينغستون، نعرفه بالانجليزي نعرفه بالعربي، هو اسمه ليفينغستون. تمام، قال ان الشركه الدوليه هي الشركه التي تتمتع بشخصيه مستقله وتمارس نشاطها بالاختيار في دولة او اكثر. يعني يعني هتلاحظوا ان ليفنج ستون سواء بالعربي او الانجليزي، عشان الناس ما تقولش جابوا اسمه بالانجليزي، ممكن ليفنج ستون زي ما مكتوب او ليفنج ستون بالعربي. قال ان الشركه تعتبر شركه دوليه عندما تمارس نشاط او عندما تتمتع بشخصيه مستقله وتمارس نشاطها بالاختيار في دوله او اكثر. يعني قال ايه؟ لو افترضنا ان سوسن عندها شركه في تعمل في مجال الملابس الجاهزه في المملكه العربيه السعوديه، وسوسن شركتها بتتمتع بحريه واستقلاليه تمارس نشاطها في اي مكان، استطاعت سوسن ان هي تفتح فرع لها في مصر. اصبحت شركه سوسن شركه دوليه من وجهه نظر ليفينغستون، لان ليفينغستون بيركز على الحريه والاستقلاليه بالدرجه الاولى، وليس عدد الفروع عدد فروع الشركه على مستوى الدول. خلي بالكم، ونقصد ان الشخصيه مستقله يعني ايه؟ الشركه لها شخصيه مستقله يعني ايه؟ يعني انها لا تخضع لرقابه اي حكومه من حكومات الدوله الام. يعني عندها حريه في ممارسه النشاط، في التوسع، في زياده راس المال، في انواع تحديد الانشطه اللي بتمارسها. ده تعتبر شخصيه الشركه دي تعتبر شركه دوليه. اذا السؤال بقول يا سعاد، تعتبر الشركه دوليه من وجهه نظر ليفينغستون عندما تمارس نشاطها في 3 دول اجنبيه على الاقل، صح ولا خطا؟ خطأ يا دانا، خطأ يا عايش. ليه خطأ؟ ليه احنا بنقول دولة او اكتر. الراجل ليفينغستون قال ان الشركة تعتبر شركة دولية، الاساس فيها ان تكون عندها استقلالية، ولو كان لها فرع واحد تعتبر شركة ايه؟ دولية، لو كان لها تمارس في دولة او اكتر. طيب احنا بنقول، احنا قلنا السؤال بيقول الشركة تعتبر شركة دولية من وجهة نظر ليفينغستون عندما تمارس نشاطها في 3 دول على الأقل. خطأ، لأن هو بيقول لك دولة أو أكثر، يبقى على الأقل. يعني لو قال له عن 3 دول ما تعتبرش شركة دولية، هل ده ليفينغستون قال كده؟ رد عليها يا بشرى. عايش؟ قال لا، دولة أو أكثر، يعني دولة. إحنا بنقول لا يقل عن 3 دول، غلط، لان ليفينغستون قال دوله او اكثر. المهم ان تتمتع بشخصيه مستقله. الحاجه الاساسيه اللي بيركز عليها ليفينغستون ان تتمتع بشخصيه مستقله، يعني تكون قراراتها مستقله، وحتى لو كان لها فرع واحد تعتبر شركه دوليه. واضح؟ اذا السؤال هنا اللي احنا قلناه، او الحاجه المهمه اللي احنا قلناها في المحاضره السادسه، هي لماذا نزلت اداره الاعمال الدوليه؟ قلنا ثلاث اسباب. لان الشركات الدوليه تمثل جانب مهم ومؤثر على المستوى العالمي، لان الشركات الدوليه تتعامل مع نشاط لم يسبق لها انها اتعاملت معاه من قبل زي الاستيراد والتطبيق، لان الشركات الدوليه عملها يتطلب تحقيق الكفاءه والفعاليه. ده المهم اللي قلناه. الحاجه الثانيه، قلنا مراحل اداره الاعمال الدوليه والمراحل الاداره الدوليه. قلنا اول حاجه صياغه رؤيه الشركه، صياغه الاهداف، تحليل البيئه الداخليه وبيئه الاعمال الدوليه، ثم المطالبه بالاستراتيجيات الدوليه المتاحه، ثم تطبيق الاستراتيجيه. واتفقنا في اخر المحاضره، في اخر المحاضره السادسه، عن مفهوم ليفينغستون للشركه الدوليه، وهو قال ان تتمتع بشخصيه مستقله، وحتى وان مارست نشاطها بالاختيار في دولة أو أكثر. واضح؟ ده المحاضرة الثالثة. هل في شيء مش واضح في المحاضرة دي؟ أعيده؟
قبل ما ننقل على اللي بعديه. طب جميل، نيجي للمحاضرة السابعة، لأن المحاضرة السابعة بتكمل أسماء العلماء اللي هم بيتكلموا عن مفهوم الشركة الدولية. في المحاضرة السابعة بنبدأ بفيرنون، العالم اسمه فيرنون. يبقى قلنا عالم الأولاني كان اسمه إيه؟ اللي قلناه في نهاية السادسة، ليفنجستون. وليفنجستون نركز بقى، ليفنجستون قال إن الشركة تعتبر شركة دولية عندما تمارس نشاطها أو تتمتع بشخصية معنوية مستقلة وتمارس نشاطها بالاختيار في دولة أجنبية أو أكثر. أما فيرمون بقى اختلف، قال تعتبر الشركة دولية عندما يزيد رقم أعمالها عن 100 مليون دولار، رأس مالها ما يقلش عن 100 مليون دولار، وتملك تسهيلات أو فروع إنتاجية في 6 دول أجنبية أو أكثر. شوف هنا عن ايه؟ رأس مال الشركة ما يقلش عن 100 مليون وتمارس نشاطها في 6 دول أو أقل. يبقى السؤال بقى يا سعاد يقول ايه؟ تعتبر الشركة دولية من وجهة نظر فيرنر عندما تمتلك، عندما يزيد رقم أعمالها عن 100 مليون دولار وتمارس نشاطها في 4 دول أجنبية. صح ولا خطأ؟ خطأ. شوف انا جبت ال 100 مليون دولار في الاول عشان نتلخبط، ده 100 مليون وايه وست دول، يعني ال 100 مليون وخمس دول لا تعتبر دوليه من وجهه نظر فيرنون. واضح؟ برافو عليك. اقول سؤال يجمع بين الاثنين بقى يا شباب، اقول سؤال يجمع بين الاثنين، ركز نقط، ركز سعاد معايا، ركز ركزنا نقط على او ركز نقط اسف ركز نقط في تعريفه للشركه الدوليه على الشخصيه المستقله للشركه. نقطتين، الف فيرنون، باء ليفنجستون، جيم رولف، دان بيتر دراكر. يبقى الاجابه مين؟ ليفنجستون. يبقى فاهمين كده، ليفنجستون ركز على الشخصيه المعنويه المستقله للشركه، وان حتى لو مارست نشاطها في دوله او اما فيرنون فركز قال ان راس مالها يزيد عن 100 مليون دولار وتمارس نشاطها في 6 دول اجنبيه او اكثر وليس اقل. تعالوا نقارن ما بين ليفنجستون وفيرنون. ليفنجستون ركز على عنصر الحجم، اسف فيرنون ركز على عنصر الحجم اللي هو 6 دول او اكثر و100 مليون دولار. اما ليفنجستون فهو ركز على درجه الحريه والاستقلاليه في ممارسه الانشطه، حتى لو كانت دوله واحده. تمام؟ يبقى فيرنون ركز على عنصر الحجم، اما ليفنجستون فركز على درجه الحريه في ممارسه الانشطه. فيرنون اشترط ان يكون نشاط الشركه في 6 دول او اكثر، اما ليفنجستون قال نشاطها حتى ولو كان دوله واحده. يبقى عرفنا الفرق بين الاثنين؟ اقول السؤال بشكل اخر يا سعاد. سؤال يقول تعتبر الشركة دولية من وجهة نظر فيرنون عندما تمارس نشاطها في نقط أجنبية، ألف دولة أجنبية، باء 3 دول أجنبية، جيم 6 دول أجنبية، ده دولتين. يبقى 6 دول ايه؟ اجنبيه، اللي هو بيمارس نشاطه في 6 دول اجنبيه. اذا لو قلت 7 دول اجنبيه يبقى صح برضه ولا لا؟ صح. يعني ممكن اقول دوله، دولتان، 3 دول، 4 دول، 7 دول. طبعا اجنبيه لازم تكون اجنبيه. سوف
لا قلنا يا عبيب لو 7 دول اجنبيه يبقى صح، وبقول 6 دول او اكثر، او اكثر يعني لو 7 دول يفضل. تمام. نيجي للعالم الثالث اللي هو اسمه رولف. ورولف قال ايه؟ تعتبر الشركه دوليه عندما قال 3 حاجات: تصل نسبه مبيعاتها الخارجيه او عدد العاملين فيه او حجم الاستثمار في الدول الاجنبيه يساوي 25%. يعني ايه؟ يعني نسبه مبيعاتها في الفروع الخارجيه يمثل 25% من اجمالي المبيعات، وعدد العاملين اللي بيعملوا في فروعها الخارجيه يمثلوا 25% من اجمالي العاملين في الشركه، وحجم الاستثمارات في الدول الاجنبيه او في الفروع الاجنبيه يمثل 25% من اجمالي استثمارات الشركه. هتلاحظوا انها خد 3 25%. 25% العاملين، 25% من اجمالي العاملين، المبيعات 25% الخارجيه طبعا من اجمالي المبيعات، عدد العاملين، حجم الاستثمار الكلي بياخده 25% من اجمالي الاستثمارات. اذا رولف الاطراف ركز على ان على 3 حاجات: عدد العاملين في الفروع الخارجيه، وحجم المبيعات في الفروع الخارجيه، وحجم الاستثمار في الفروع الخارجيه. قال ان عشان تبقى الشركه دوليه يجب ان تكون حجم المبيعات الخارجيه يعادل 25% من اجمالي المبيعات، وحجم وعدد العاملين في الفروع الخارجيه يعادل 25% من اجمالي العاملين في الشركه، وحجم الاستثمارات الخارجيه يعادل 25% من اجمالي الاستثمارات. يعني افترضنا ان اسراء عندها شركه في المملكه العربيه السعوديه، واسراء فتحت لنفسها فرعين على مستوى، واحد في مصر وواحد في دبي. واسراء عندها 100 موظف في الشركه، منهم 20 موظف في الفرعين اللي في مصر وفي دبي. هل تعتبر هذه الشركه شركه دوليه من وجهه نظر رولف؟ لا. ليه؟ لو قسمنا ال 20 على اجمالي العاملين ما يجيبش 25%. طيب لو كان حجم مبيعات شركة إسراء الفرعين اللي في مصر وفي دبي يعادلوا 30% من إجمالي مبيعات الشركة، يبقى تعتبر شركة دولية ولا لا؟ تعتبر شركة دولية. لو كان حجم الاستثمارات اللي في الفرعين دول يعادل 25% أو أكثر من إجمالي استثمارات شركة سعاد، ففي هذه سعاد والإسراء، ففي هذه الحالة تعتبر الشركة شركة دولية. واضح؟ يعني إذا لو سألت السؤال هنا سعاد وقلت ركز رولف في تعريفه للشركة الدولية على نقطتين: ألف، درجة الاستقلالية في ممارسة النشاط. دماغنا نروح على طول، مين اللي قال درجة الاستقلالية يا شباب؟ مين اللي قال درجة الاستقلالية؟ ليفيد ستون، برافو عليك يا ساوس. إذا ألف دي تطلع صح ولا لا؟ عاوزين نعرف أسلوبنا بقى في الحل. ألف تطلع صح؟ لا، يبقى ندخل على بقى. تاني حاجة، قلنا عدد فروع الشركات الدولية. عدد فروع الشركات، مين اللي قال عدد فروع الشركات؟ فيرن، برافو عليك يا نهى وعائشة وتغريد. طيب الثالث قال حجم الاستثمارات الخارجية جيم. احنا جينا هنا، فعلا هو اتكلم عن حجم الاستثمارات الخارجية، وقال ان حجم الاستثمارات الخارجية لا تقل عن 25% من اجمالي الاستثمار. تمام. الحاجة الثانية بان مستوى التكنولوجيا المطبق، مستوى التكنولوجيا المطبقة. يبقى الإجابة هي إيه؟ جيم رولز. معانا سعاد بتكتب؟ فين سعاد؟ طيب
كده نكون خلصنا الثلاث ساره كده خلصنا الثلاث علماء. قلنا العالم الاول هو ليفينغستون، العالم الثاني هو فيرنون، العالم الثالث هو رولف. وفيرنون ركز على الشخصيه المعنويه المستقله للشركه بغض النظر عن عدد الدول، ورول وفير ليفينغستون. ثم فيرنون ركز على رقم الاعمال ما يقلش عن 100 مليون دولار ويكون في 6 دول او اكثر. ثم جالنا العالم الثالث وهو رولف، وقال ان حجم المبيعات الخارجيه لا يقل عن 25% من اجمالي المبيعات، عدد العاملين في الفروع الخارجيه لا يقل عن 25% من اجمالي عدد العاملين، حجم الاستثمار الخارجي لا يقل عن 25% من حجم الاستثمار الكلي. ناخد بقى حاجه مهمه وهو انماط الشركات الدوليه. عندنا اربع انماط للشركات الدوليه. اول نمط اسمه النمط المركزي، هعمل لكم تكييف اليوم ان شاء الله، واسيب لكم مده اسبوع تحلوا فيه لحد يوم منتصف الاسبوع الجاي مثلا يكفي. وساره هتبعتي لي الملف يا ساره بعد ما تفرغيه اليوم على البريد بتاع المنتدى علشان ابص اراجعه وابعته لايه؟ تحطوه على المنتدى. كنا بنتكلم عن انماط الشركات الدوليه، قلنا النمط الاولاني هو النمط المركزي وحيد الجنسيه، ثم النمط اللامركزي، ثم النمط الجغرافي، ثم النمط الشركات المتعدده الملكيه. تعالوا نشوف نمط وده مهم. ده ايه؟ مهم. احنا قلنا احنا عندنا من ساعتها دانا كنا بنقول ركز رولف في تعريفه للشركات الدوليه على نقطتين، الف الشخصيه المعنويه المستقله، ب عدد الدول، جيم حجم الاستثمار الخارجي، دال مستوى التكنولوجيا المطبقه. وانا الاجابه هي جيم يا دال. ارجو اللي ما السؤال ما يلحقوش يقولوا لي على طول، لان انا بنقل على بعض. الجواب جيم. طيب النمط المركزي وحيد الجنسيه هو من معناه انه مركزي، يعني الشركه بتكون وطنيه في الاساس، بمعنى انها تمتلك فروع انتاجيه في بعض الدول الاجنبيه، ولكن جميع القرارات تتخذ في المركز الرئيسي للشركه في الدوله الام. يعني مفيش تفويض للقرارات لمدير الفروع على مستوى الدول المضيفه. ده بيسموه النمط المركزي وحيد الجنسيه. زي اسراء، هنقول اسراء عندها شركه، واسراء عملت الشركه لها فرعين ثلاثه على مستوى الدول، وبتدير كل نشاطها من المملكه العربيه السعوديه. ففي هذه الحاله تعتبر هذه الشركه او النمط في هذه الحاله نمط مركزي وحيد الجنسيه. مركزي ليه؟ لانه كل القرارات بتتخذ في المركز الرئيسي في المملكه العربيه السعوديه. وحيد الجنسيه ليه؟ لان المالكه لهذه الشركه هي اسراء، اللي هي اساسا جنسيتها المملكه العربيه السعوديه. عشان كده سميناه نمط مركزي وحيد الجنسيه. من عيوب هذا النمط المركزي الوحيد الجنسيه انه لا تتوافر لديه القدره على التكيف مع متطلبات البيئه. اسراء قاعده تدير الشركه وهي في المملكه العربيه السعوديه دون ان تنزل للفروع وتعرف ما هي كل فرع له ظروفه، وبالتالي مش قادره تتكيف، وبالتالي من الممكن ان يقابلها مشاكل كتير نتيجه انها ما بتفوتش سلطه اتخاذ القرار لمدير الفروع، بحيث ان هم يتخذوا القرار حسب الظروف اللي هم موجودين فيها. لان احنا بتوع اداره او احنا تخصص اداره، ففاهمين ان لكل بيئه ظروفها ولكل بيئه متطلباتها متغيره. وبالتالي لو حضرتك قاعد في المملكه العربيه السعوديه فانت بتدير وفقا للمتغيرات والظروف البيئه في المملكه العربيه السعوديه. اذا عندما تدخل في دوله اخرى قد تجد الاحتياجات مختلفه، زي ما سوسن بتقول قد تجد ان المتغيرات البيئيه مختلفه، وبالتالي لابد ان تتبع استراتيجيه انتاجيه وتسويقيه مختلفه. تمام؟ عشان كده بنقول من جوانب الضعف في النمط المركزي هو صعوبة التكيف مع متطلبات البيئة في الدول المضيفة.
تمام؟ ليه؟ لأن الشركة بتحاول تفرض معاييرها على الفروع، وكون إنك تفرض معاييرك على الفروع ده قد يحدث نوع من التصادم مع البيئة. طب عشان كده فيه النمط اللامركزي، والنمط اللامركزي فيه درجة عالية من اللامركزية. يعني إيه اللامركزية؟ هنبدأ نفوض سلطة اتخاذ القرارات للفروع. كمان هيبقى فيه حرية في اتخاذ القرار، وبتقل في هذه الحالة يعاب على النمط اللامركزي صعوبة الرقابة على الفروع الخارجية، يعني صعوبة رقابة الشركة الأم على فروعها في الأسواق الأجنبية. إذا لو إحنا جينا نبقى مركزي هتبقى في رقابة شديدة وصارمة، إلى أن في صعوبة في التكاليف. لو بقينا لا مركزي هيبقى في سرعة في اتخاذ القرار، ولكن في صعوبة الرقابة الشاملة على الفروع. السؤال هنا ما يقول لي يا طارق؟ السؤال يقول لي إيه؟ يعاب على النمط المركزي وحيد الجنسية نقطتين. ألف، صعوبة الرقابة الشاملة على الفروع. المركزية في اتخاذ القرارات وعدم القدرة على التكيف. المركزية في اتخاذ القرارات وعدم القدرة على التكيف. جيم، اللامركزية في اتخاذ القرارات. دال، سرعة التصرف في كل فرع من الفروع. إذا الإجابة عندنا هي هتبقى إيه؟ باء. أو السؤال الثاني، سؤال ثاني. يتميز النمط اللامركزي، يتميز النمط اللامركزي في إدارة الشركات الدولية بنقطتين. ألف، الرقابة الشاملة على الفروع. دي باء. اللامركزية في اتخاذ القرارات وحرية التصرف. ج، محاولة فرض معايير الشركة على الفروع. طبعا الإجابة هي باء يا عائشة، اللي هي اللامركزية في اتخاذ القرارات وحرية الايه؟ التصرف. لو قلنا ده ان تعتبر الدوله، تعتبر الشركه وطنيه في الاساس، اذا هنا بنقول، قلنا السؤال يتميز النمط اللامركزي ثوبا. انا قلت من مميزات السؤال ده، كان من مميزات يا عايش، قلت من يتميز النمط اللامركزي في إدارة الشركات الدولية بنقطتين. ألف، الرقابة الشاملة على الفروع. باء، اللامركزية في اتخاذ القرارات وحرية التصرف. ج، عدم القدرة على التكيف مع متطلبات البيئة. د، محاولة فرض المعايير الثقافية للشركة على الفروع. الإجابة هي كانت باء، يعني جود باء. رقابة احنا قلنا ألف، ألف خلوها صعوبة الرقابة الشاملة، خلو ألف صعوبة الرقابة الشاملة عشان الإجابة هي إيه؟ باء. يبقى ألف يا فارة صعوبة الرقابة الشاملة على الفروع، لأن كده هيبقى عندنا حاجتين ألف وباء. لا هي احنا زي ما احنا اتفقنا، زي ما احنا عارفين أن الاختبار لم يعد فيه إلا إجابة وحيدة. يمكن كان في المستويات قبل كده كنت تلاحظوا انه يقول ألف زائد باء أو باء زائد جيم أو كل ما سبق أو لا شيء مما سبق. لا، بقى في حاجة اسمها إجابة وحيدة، يا ألف يا باء يا جيم يا باء، ما عادش في حاجة اسمها إجابتين. نموذج الأسئلة لم يعد يصمم بحيث يبقى عندك إجابتين، فلازم تكون مقتنع أو مقتنعة وأنت بتحل إن ما عندكش إلا إجابة وحيدة، يا ألف يا باء يا جيم يا باء. ولكن في الـ في الـ في الـ في التكليف، لو انا نزلت اسئله فيها الف
زائد باء وباء زائد جيم وهكذا، لأن بنك الأسئلة كان مصمم قبل ما يتغير هذا النظام. وهحاول أنزل لكم أسئلة ما يكونش فيها كل ما سبق ولا لا شيء ما سبق. طيب يبقى اتكلمنا عن كم نمط دلوقتي من أنماط الشركات الدولية؟ اتكلمنا عن نمطين، هو النمط المركزي والنمط اللامركزي. أقول سؤال وأنا فاكره وأقول تعتبر الشركات في ظل النمط اللامركزي نقطتين، ألف وطنية في الأساس، ب متعددة الجنسيات، جيم خلينا ألف وباء بس، وطنية في الأساس ومتعددة الجنسيات. يبقى إيه؟ يبقى الإجابة هي باء. إنما لو عكست السؤال بقى عشان نبقى مش فاهمين مش حافظين، قلت تعتبر أو يعتبر النمط المركزي وحيد الجنسية أو في ظل النمط المركزي وحيد الجنسية تكون الشركات نقطتين، وطنية في الأساس ب متعددة الجنسيات، يبقى الإجابة أ اللي هي وطنية في الأساس. يبقى أكون فاهمين ما احناش حافظين يا شباب. آخر حاجة ناخدها في المحاضرة السابعة اللي هو النمط الجغرافي. والنمط الجغرافي بيتميز بالتكامل والانتشار الجغرافي، حتى من اسمه كده منتشر جغرافيا. يعني اذا قلنا في الشركات النمط اللامركزي بنمارس نشاطنا في 5 دول، فالنمط الجغرافي بنمارس نشاطنا في 10 دول، عندنا 10 فروع اكثر منتشر جغرافيا. وبتتميز الشركه بكبر الحجم والموارد الماديه والبشريه والفنيه بتكون عندها كبيره. الام بيعاب على النمط الجغرافي انه بيتاثر بخطائط البيئه الثقافيه في الدوله الام. ليه؟ لان في المراحل الاولى للشركه في ظل النمط الجغرافي بتحاول برضو الشركه الدوليه تفرض معايير الدوله الام على الدوله المضيفه. ده من عيوب النمط الايه؟ الجغرافي، وده مش كويس. طب نسال سؤال ونقول يتميز النمط نقط بالتكامل والانتشار في ممارسة الأنشطة والعمليات على مستوى العالم، نقطتين، ألف المركزي واحد الجنسية، ب اللامركزي، جيم الجغرافي، د المتعدد الملكية. يبقى الإجابة هي إيه؟ الجغرافي، جيم يا إسراء ودانا، جيم. واضح؟ واضح ولا عيده؟ يتميز النمط نقط بالتكامل والانتشار في ممارسه الانشطه والعمليات على مستوى العالم. هل هو النمط الجغرافي طيب يبقى هل هو النمط المركزي واحد الجنسيه، ولا النمط اللامركزي، ولا النمط الجغرافي، ولا النمط متعدد الملكيه؟ قلنا النمط الجغرافي هي الاجابه اللي هي ايه؟ جي. واضح؟ في أي سؤال في المحاضرة دي؟ أي سؤال في المحاضرة دي يا شباب؟ طيب بكده نكون خلصنا المحاضرة السابعة المصورة، ونكون خلصنا محاضرتنا اليوم. فده إن أنا أركز لكم إن إحنا في اليوم اتكلمنا عن المحاضرة العوامل اللي زودت الاهتمام بوزارة الأعمال الدولية. هضع لكم تكليف، أصمم لكم تكليف اليوم يبدأ من اليوم بس متأخر وينتهي على منتصف الأسبوع القادم إن شاء الله. اتكلمنا عن العوامل اللي زودت الاهتمام في مجال إدارة الأعمال الدولية، اتكلمنا عن إدارة الأعمال الدولية، ثم اتكلمنا عن لماذا نمارس إدارة الأعمال الدولية، ثم اتكلمنا عن مراحل الإدارة الدولية وإن نفهمها ونحفظها بالترتيب، ثم اتكلمنا عن رأي العلماء في مفهومهم للشركة الدولية. اتكلمنا عن ليفنجستون وقالنا ان الشركه تتمتع بالحريه والاستقلاليه وان مارست نشاطها في دوله اجنبيه او اكثر. اتكلمنا عن بيرن اللي قال ان الشركه الدوليه يجب ان يزيد اعمال رقم عملها عن 100 مليون دولار اللي هو راس مالها يعني، وتمارس نشاطها في 6 دول اجنبيه او اكثر. اتكلمنا عن رولف اللي قال ان الشركه كي تصبح دوليه يجب ان تصل مبيعاتها الخارجيه 25% من اجمالي مبيعاتها، عدد العاملين الخارجيين لا يقل عن 25% من اجمالي العاملين بالشركه، حجم الاستثمارات في الفروع الخارجيه لا يقل عن 25% من اجمالي حجم الاستثمار. ثم اتكلمنا عن انماط الشركات الدوليه
قلنا في نمط مركزي واحد الجنسيه، كل القرارات هي وطنيه في الاساس، وان الشركات بتدار بشكل مركزي، وبالتالي بيكون في صعوبه في التكيف مع ظروف الدوله المضيفه. واتكلمنا عن النمط اللامركزي يرمز باللامركزيه وحريه التصرف في اتخاذ القرارات، ولكن يعاب عليه صعوبه الرقابه الشامله على الفروع. ثم اتكلمنا عن النمط الاخير وهو النمط الجغرافي، وقلنا انه يتميز بالتكامل والانتشار في ممارسه الانشطه والعمليات على مستوى العالم، والشركات فيه بتتميز بكبر الحجم وكبر وتوافر الموارد الماديه والبشريه والفنيه، لانه يعاب على النمط الجغرافي ان الشركات بيصعب عليها التكيف مع البيئه الثقافيه في الدوله المضيفه، لان الشركات الدوله بتحاول تفرض معاييرها على الدوله المضيفه، تفرض معايير الدوله الام على الدوله المضيفه. بكده نكون خلصنا لقائنا اليوم. كنت فكرتكم الاسبوع الماضي وقلت لكم ان احنا عاوزين نحدد موعد اضافي نبدا من حضرتين في الاسبوع من الاسبوع القادم، فانتم رايكم يبقى يوم ايه؟ ولكن نحدد الموعد دلوقتي، وحتى لو هنبدا من الاسبوع بعد القادم، مش لازم الاسبوع القادم، ولكن اما نخلص بدري يبقى افضل. يبقى يوم الحد الساعه 8، الاربعاء الساعه 4. طيب الاحد او الاربعاء، طب رايكم نبعدهم عن بعض ما يبقاش الاحد او الاربعاء، ما يبقاش اربعاء وخميس، ما تتهوش مننا يعني. طب هل الجميع متفق ان يوم الاحد الساعه 8 ما في محاضرات عندكم في الجدول؟ الاحد الساعه 8، 8 ونص، خليها 8 ونص زي ما هذا المعاد عشان ما ننساش. هل عندكم محاضرات يوم الاحد الساعه 8 ونص؟ عاوز اسمع من الجميع. لا، في المستوى السابع، في المستوى السابع. ما هو لان لو عندك من المستويات اللي قبل كده يا سوسن اكيد هيكون عندك. في محاضرة في المستوى السابع يوم الاحد الساعة 8 ونص؟ بوشة بتقول في محاضرة. طيب يا بوشة، خلينا نبدا ما دام مفيش في المستوى السابع يبقى لنا الحق ناخد في المستوى السابع، لان مش هنقدر نظبط الجدول على كل المستويات، واحنا لازم هناخد لقائين. مش هناخد لقائين في مش هناخد لازم ناخد لقائين عشان نخلص ال 12 لقاء. ونخلص قبل نهاية شهر 11. يعني نخلص في قبل الاختبار بأسبوع. طيب يبقى الاحد الساعة 8 ونص للساعة 9 وربع. طب سوسن بتقول لا. طب ايه المناسبة عندك يا سوسن؟ في سوسن قالت لا. 8 عشان في صلاة العشاء. خلينا بعد ما كل الصلاة تكون خلصت. ايه عاوزين الساعة 8؟ هل 8 بيبقى في صلاة عشاء في أحد الأماكن من الناس اللي محاضرين؟ في جدة. طب خلينا بقى 8 ونص عشان ناخد ثواب الناس بتصلي العشاء يا شباب. خلينا 8 ونص. طيب خلينا 8 ونص يوم الأحد. يبقى نعتمد هذا الموعد، لان بعض الزملاء هيحدد معاكم مواعيد فيما بعد. ارجو ان احنا نكون فاكرين موعدنا ان يوم الاحد 8 ونص الدكتور مصطفى هيدينا اداره اعمال الدوليه، لان بعض الزملاء هيبدا يحدد معاكم مواعيد من الاسبوع القادم. الاربعه بدري بقى قوي عشان لو حد بيشتغل يا وداد سجله بقى 8 ونص بحيث اللي عنده شغل يكون رجع.
طيب يعني 7 ايامات بكثافه، فهل 7 يناسبكم يا شباب؟ طيب 7 صلاه في الرياض عندنا هنا، 7 وشويه صلاه. طب خلينا 8 ونص يا مين اللي كان بيقول 8 ونص، ولو فات بعض اللقاءات من 2 أو 3 مش مناسب معاهم استأذنهم ان يشوفوه في اللقاء المسجل. خلاص خلينا الساعة 8 ونص يوم الأحد إن شاء الله، نبدأ من يوم الأحد القادم إن شاء الله، نبدأ من يوم الأحد القادم في القريب ده إن شاء الله. يبقى استودعكم الله ان شاء الله، نلتقي معكم في اللقاء الرابع يوم الاحد القادم في القريب هذا، في الاسبوع القادم هيبقى عندنا احد وخميس ان شاء الله. بكده نكون خلصنا لقاءنا اليوم واتفقنا على الموعد، ارجو ان احنا نسجلوه على اساس ان ما في اي زميل اخر يحصل فيه تعارض معاه، واشوفكم يوم الاحد القادم الساعه 8:30 مساء ان شاء الله في موعدنا الاضافي، يبقى احد وخميس 8:30 ان شاء الله. في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.